السلام عليكم، معكم أرماني. بسم الله سليمة عارفينش، وإلا كان شي وحدة خسرة تشرح هي أنا. أول حاجة بغيت نقول لكم راه أنا ما ساكنش في المغرب، أنا ساكنة في هولندا وتديت في الدنمارك وكبرت في هولندا، ونورمالمو راه كندير السوشيال ميديا ديال هولندا. ما كنتش عارفة بأن هادشي غايز عيش المغاربة ولا لبسي اللي غايز عيش المغاربة. أنا لبسي بحال هكاك، وانا جو بكم كومبروند سي لباس يخلع الناس، راه ماشي حيت لبس انا بحال هكاك كنشجع البنات باش يلبسوا بحال هكاك، بالعكس راه حيت انا كبرت فواحد المجتمع اللي كيجيو هادشي عادي واللبس عادي، داكشي علاش ولا كيجيني حتى انا عادي، ولكن ما كنشجعش البنات باش يلبسوا بحالي، عارفه بان في المغرب هادشي ماشي عادي. ثاني حاجه، انا ما كانش كيسحب ليا ديك لا جوب غادي تبان طالعه حتى ديك الدرجه في الكاميرا، انا براسي فاش شفتها كنت مع راسي او شيت. وبغيت نوريكم بان ديك لا جوب اللي كنت لابسه راه ماشي جوب، راه شورت. بزاف ناس كيقولوا لي كيلوط كيبان، ولكن راه شورت. دونك تهدي باش تكون في نظركم، انا عمرني ما نقدر نلبس شي حاجه بحال هكاك تكون ماشي شورت ولا شي حاجه. وبغيت نطلب سماحه من المغاربه كاملين اللي عايشين في هذا البلان هذا، ولا كيسحب ليهم انايا بالعاني درت هادشي ولا هادي، كنطلب منهم سماحه حيت يعني كنتش انا ناويه باش نوصل داك الميساج بديك الطريقه. وبزاف ديال الناس كيقولوا يا علاش خليتي الكلبه ديالك تختار، علاش هادي. بغيت غير نقول لكم بان انا ساكنه مع الكلبه ديالي، والكلبه ديالي كنعتبرها كبنتي. دونك الا كنت مع شي واحد شارك حياتي ولا هادي، وكان ما عندوش مع الكلاب ولا ما عارفش في الكلاب وكذا، غنلقى معاه مشكل حيت ما غيعرفش يتعامل معاها، غنلقى معاه مشكل يقول لي في الاخر يقول لي يا حيديها ما عجبتنيش ما عنديش مع الكلاب، وهادشي ما بغيتوش. وبغيت نقول لكم بزاف ديال الناس اوسي قالوا لي بان دايرين ديك الميسيون باش نطيحوا بالرجال، بالعكس بالعكس راه كما كنقولوا ما تاخذوش بجديه، خذوا بشويه ديال الضحك كما كنقولوا حنا في هولندا، خذوا بشويه ديال الملحه، راه ما واقع والو. وصافي هادشي اللي كنت باغي نقول لكم، وبغيت نقول لكم مره اخرى I am so sorry. باي.